شو المشاوير اللي خلقت بالبيت فجأة؟ تصبحوا على خير. أي فاهم سؤال إليك. أنا كنت مع أولادي. إذا بهذا المشوار في شي عم يزعجك أو عم يسيء لك، برد إلي شو هو حتى أعتذر منك وبطل أعمل. في إنه روحت المطاعم أي وتفيت السيارة مولنا خصوصي بهالأيام. قصدك مولي. ممكن تقلي شو هي الطريقة اللي بتلاقيها مناسبة لحتى رفع عن نفسي؟ أنا ما منعتك تزوري أهلك ولا منعت أهلك يزوروكي. بيت سياح نياح بدل الشاشة في ثلاثة، هي وحدة وغرفة النوم تدين بغرفة الأولاد ثلاثة والصالونات عدتها غبرة. أنا اللي عم تاكلني الغبرة. تعرف؟ لما شفت الشام القاسيون زعلت على حالي. عم بسأل حالي ليش؟ ليش انت هيك؟ ليش بدك يعني تضل محبوسة؟ غيران علي؟ خايف اني شوف شوفات تخلي راسي يكبر عليك؟ تركني، بكفي السنين اللي مرت. إلك علي الطاعة، إلك علي ما يتغير عليك شي ببيتك. خليني أشوف نفسي شوي، ممكن؟ شو عم تساوي هون انت ويا ابنها؟ دلعوا! انت بتسافر عليها. يلا! الإسلامية في مصر مما وصفته بأي محاولة لإسقاط الرئيس محمد مرسي بالقوة. الجماعة أشارت في بيان لها إلى أنه في ما ملت من الأخبار؟ أساليب غير شرعية قبل انتهاء في غير الأخبار نتفرج عليها؟ إيه بس ما بيمنع أنه الواحد يشوف فيلم، يسمع غنية. لما بيحطوا شيء محترم على الشاشة وقتا منتفرج. انت بتعقد زيادة. بقصد يعني حتى الشيء اللي انت ما بتعتبره انه محترم ما بيمنع انه الواحد يشوفه احيانا. ليش مستغرب؟ لا يبدو أني ما عتعرفت بيتي منيح ولا الناس اللي عايشين فيه. ولسه رح تشوف شي جديد كتير. مشكلة ماني عارفة أنا كيف بدي أعطيه إياه. أنا برأيي تعطيه الموبايل هلأ وقدامه أحسن ما أشوفه بإيده بعدين ويعتبرها حركة تمرد. معك حق. هات لأ خليك اليوم سهر معنا بالبيت. ما بقدر عندي التزام. مساء الخير. أهلي ماما. أهلي بابا. غمضي لنا عيونك الحلوين. خير شو في؟ غمضي اليوم في مفاجأة. افتحي عيونك. ترى هذا الموبايل هدية مني ومن جلال وسلوان. شو ولا شغل بالموبايل أمكم؟ خط البيت فيه صفر. إيه بابا ما ضل حدا ما معه موبايل. إذا إلا شغل فيه اعتبره برستيج. معقولة زوجة الأستاذ أحمد ما معها موبايل؟ حبيبتي علميني عليه. تكرم عينك. لك يا ماما هذا هيك بتفتح. أنا ماشي. الله معك بابا. الحمد لله مرقنا بدون محاضرة. لك أنا عادي علمي أمك على الموبايل. أنا بدي أمشي. لوين رايح؟ أمشي معي. شو لوين؟ رايح مع رفقاتي. امشي معي. هاي بطلت روح. لك امشي بلا خلاص. ما بدي روح. يلا ماما علميني عليه بس هلا عن جد. ها كيف تسمحي لها تروح بهيك ظرف؟ قال رفقاتها مداومين وبدها تروح تسلم عليهم. شو يعني رفقاتها؟ بهيك وضع ما كان لازم تسمحي لها تطلع. فيك تتصل فيها وتقول لها ترجع. مالك ملاحظة انه ما عاد اهتميتي بشي؟
امبارح مشكل جلال ويمكن بكره مشكل سوسن. يا مدام بدالة طلع على المطاعم والتفتيله بالسياره، ارجعي على البيت واهتمي باولادك وبيتك. مالك ملاحظ انك حابب تعمل قصه من ولا شيء؟ ليش الاولاد ومشاكلهم مسؤوليتي انا لوحدي بس؟ انت مو ابوهم؟ خطر ببالك شي مره تقعد مع ابنك تساله شو اللي مضايقه؟ شو اللي زعجه؟ اذا لازمه شيء؟ طبعا هذا من بعد ما شطبت مرتك من حساباتك. صار واضح انه ما عاد فيك تتحبكي. اسمعي لقلك، يا بترجعي على البيت مثل ما كنتي بالاول، يا اعتبري نفسك من اللحظه طالع. خلاص وصلت الامور لحدها، فلا تلوموني اذا لحشتها برات البيت بلحظه. بابا معقوله بعد 30 سنه زواج بدك تطلقها؟ بتكون هي افترت على نفسها. طب خلينا نحكي شوي شوي بدون تعصيب. شرف، شو بدك تقول؟ ماما ما عم تطلب منك شيء مستحيل، يعني صار عمرها أكثر من 50 سنة، وإذا بنتركها بمكان غير اللي بتروح عليه بالعادة، ما بتعرف ترجع على البيت. أنا ماني حارمة من شيء ولا مقصر عليها بشيء. بلا بابا حارمة، حارمة من الكلمة الحلوة والمبادرة اللطيفة. خلص لك سلوان. شو نحن أولاد صغار ولا عرسان جداد؟ يا بابا، من يوم ما وعيت على الدنيا أنا وأنت بتعامل ماما بنفس الطريقة. فاهم علي منيح، هذا الكلام صرت أقول لك يا فوق المليون مرة. المرم ما بتنعطى وش، ما بتنعطى وش بنوب. الطلاق صار سيف حاطه على رقبتي، لإمتى بدي ضل عم بتحمل؟ بابا ما رح يتغير، وإذا بدك تضلي عم تستخدمي هذا الأسلوب اسمحي لي أقول لك إنك غلطانة. غلطانة؟ ماما سلوان أصلاً. خلاص خلاص لا بقى تعيدوا لي نفس الكلام. أنا ما عندي مانع يطلقني، بس من هذا البيت ما رح أطلع. طولي بالك ماما، ما وصلنا لهون، عم نتفاوض على شروط الطلاق. خبروا أبوكم بهذا الحكي. لا ليش؟ أنا بقول له يا ماما. طولي بالك، أنت عم تحكي هذا الحكي لأنك معصبة، بس تهدي شوي والله بيختلف الحكي. بيختلف؟ رح ورجيكم إني جدية أكثر مما بتتصوروا. أنا لأيام زمان ما رح أرجع، وهلأ بدنا نطلع نتعشى بشي مطعم، بس الأصول الأصول، رح أتصل فيه واستأذنه بالمشوار. دخيلكم أنا، اعذروني عندي موعد مع رفقاتي. باي ماما. طول بالك بس. باي. مو معقول نطلع أنا وياكي لحالنا؟